وصلنا عند ان هو رجع من اليونان بالفلوس الكتير جدا اللي معاه علشان خاطر يجيب شويه معلومات عن البخيرات اللي بتخش قناه السويس. قناه السويس. عمل ايه بقى؟ وفكر في جمال عبد الناصر وصوت جمال عبد الناصر في الحوارات بتاعته اللي كان بيعملها. زي ما قلت لحضرتك، هو قال جمال عبد الناصر، صوت جمال عبد الناصر، وجمال عبد الناصر كان يحركني من جوه. فروحت المخابرات العامه المصريه واديتهم بعض النقاط عن الموضوع، واصروا ان انا اتكلم. قلت لهم مش هتكلم غير قدام الرئيس. قالوا بالفعل قابلت جمال عبد الناصر. وطب ايه اللي دار بينك وبين جمال عبد الناصر؟ قال انا قلت له انا من السويس. قال اول ما شافني قال السويسي يا جدعان، وطبطب على كتفي طبعا كده. كان عارف عنه كل المعلومات قبل ما طبعا يخش له طبعا اكيد اكيد يعني. طبعا. فقال له انت ساكن فين في السويس؟ قال له انا مش عارف، ساكن ورا البوسطه. قال له انت تعرف مدرسه حمد الله؟ قال له اه، ده انا قريب منها وجنب البوسطه. قال له انت عارف البوسطه دي؟ والدي كان شغال فيها فتره من الفترات. فالرئيس جمال عبد الناصر الله يرحمه قدر يعني يعني يحتويه. يحتوي قدر يحتويه. يحتوي اوكي. وبدا يتكلم جمعه الشوان. قال حسيت نفسي بتكلم من قلبي واتكلم عن كل اللي حصل له في الفتره دي. فرئيس جمال عبد الناصر دي اداه كارت شخصي منه، وكلف حد المخابرات العامه المصريه ينسق معاه ان هو يروح لاسرائيل ويشتغل لحساب مصر. وكان ساعتها كانت اول مره يروح اسرائيل. وكانت دي اول مره يروح فيها اسرائيل. يمكن كتير مننا لما كان بيتفرج على المسلسل كان بيقول هو فعلا كان بيسافر ويجي كل فتره، وكان فعلا قدر ان هو يخدع الاسرائيليين لمده ال 11 سنه دي. تمام. يعني هل ده الخداع اللي هو قدر يعمله ده، هل ده بيرجع لذكائه ولا شجاعته ولا دعم المصريين للموقف اللي هو فيه، ولا كان شكله عامل ازاي؟ كان احساسه ايه؟ والله هو الوضع العام في مصر كان ده كان مطمن الاسرائيليين او قيادات اسرائيل بصفه عامه. راجل غلبان مش لاقي اي حاجه، اترمى في احضان اسرائيل، عايز اعيش. ده الإسرائيليين كانوا واداهم متخيلينه. بتنسيق مع المعلومات مع المخابرات العامه المصريه، اداهم الى حد ما معلومات بسيطه صحيحه، حقيقية. فده اللي طمنهم اكتر. فبالتالي بدأوا يتعاملوا معاه ازاي قدر يخدع الموساد غير ان هو كان بيديهم معلومات في الاول حقيقية عشان يقدروا يثقوا فيه؟ هل قال لك على بعض النقاط ولا سابها لا، مفتوحة عشان هو ما في بعض النقاط فيها معلومات سياديه، فهو اتحفز عنها. تمام. اكيد قابل صعوبات، يعني اكيد كل انسان فينا حتى في الحياه العاديه جوه بلده ومع اسرته والله بيحصل هو في راجل قال الحياه لي حاجه صعوبات. حاجه 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 يعني انا كنت اعيط قدامه. قال لي انا طوال 11 سنه كان نفسي في حاجه، بس كان نفسي بس اني اركع ركع لله. قال ما كنتش قادر اصلي وانا في اسرائيل، مش قادر اروح في النوم، خايف فلتات لساني تتكلم اي معلومات او اي حاجه. راجل حياته يعني كفنه على ايده طوال 11 سنه. قال لي الحاجه الوحيده اللي كانت تسليني في اسرائيل صوت ام كلثوم. صوت ام كلثوم وانا بسمعه بالليل بعد الساعه 1 بالليل كان يزلزل تل ابيب. صوت ام كلثوم دي الحاجة الوحيدة اللي كانت تسليني طوال 11 سنة وأنا في إسرائيل. كل المعلومات اللي كان بيجيبها المخابرات المصرية كانت فعلا بتفيد المخابرات في كل تحركاتها ولا ايه؟ يعني دي حاجة من الحاجات اللي عايزينها. هم والله احيانا بيزرعوا جواسيس لينا في تمام. اسرائيل علشان خاطر يجيبوا معلومات، ولكن ما بيجيبوش المعلومات اللي هي بتفيد الحرب وتفيد البلد بشكل كامل يعني. والله هو اللي عرفته منه ان هو جاب معلومات سيادية خطيرة، وهذه المعلومات دي كانت تمهيدا او كانت النواه اللي بناء عليها انطلقت حرب 73. عرفنا انه بعد حرب اكتوبر طلبوا الموساد هناك ان هو يسافر لاسرائيل، هل ما كانش خايف؟ هو عارف ان هو ممكن يكونوا كشفوه او حاجه، ما كانش خايف ان هو يسافر اسرائيل؟ هو قال لي ان ده كان اصعب موقف في حياته، انه خلاص قال ادركت ان هم خلاص عرفوني وان هروح ان هم يسألوا مني. ولكن المخابرات العامه المصريه طمنته وقالت له لازم تروح. قال لما رحت هناك كان هو اتعرف على الفتاه الشهيره اللي جت في المسلسل اللي اسمها جوجو. في الاول كانت هي المفترض، هو كان سلاح اسرائيل في الفتره دي المال والنساء. الف في خلال ال 11 سنه قدرت اكسب ود جوجو لدرجه ان هي اساسا بدات تبقى في علاقه عاطفيه ما بتحبه. بينهم، وبدات جوجو تعمل لصالح جمعه الشوان ولصالح مصر. فقال اول ما شافتني كانت العلاقه بدات بينهم تبقى قويه جدا. قال اول ما شافتني خدتني بالحضن. قال فالحضن ده كان هيكشف كل حاجه. قال بس قال ابديت ليهم زعلي وندمي على اللي حصل وعلى الحرب وعلى ان انا زعلان، خاصة ان هم كانوا وعدوه انهم لما الاطماع الاسرائيلية تمتد في مصر ان هو يمسك محافظة السويس.
فكان زعلان والمنصب اللي جاي له، فابدا حزنه على يعني الكلام لما ده. لقى جوجو بتعامله كويس عرف ان هو مكانه ثابت، ما فيش اي مشكله. بالظبط طب ايه بالظبط، حكايه الاختراع او الاختراع الخطير اللي كانوا بيتكلموا عنه، هو البطه البطه الثمينه. الثمينه؟ البطه الثمينه. وقال لي دي جهاز صغير، جهاز خطير، ما فيش منه في مصر غير كام جهاز يعدوا على اصابع الايدي الواحده. كانت في حاجه يعني لم لفته في قصه الجهاز ده. قال لما جيت اخده مصر وانا وراجع هو دي كانت مهمته اساسا، يعني هو كان مسافر عشان يجيب الجهاز ده الجهاز ده، اصلا. اصلا ده المهمه الاساسيه. قال فانا وراجع بالجهاز حطوا الجهاز في فرشه بيلمع بيها الجزم. الحذاء الجزم. قال فشيمون بريز قال بص في الفرشه اللي بيلمع فيها، فلاقيها نظيفه والجزمه متلمعه، فخاف السلطات المصريه في المطار تشك في فيه. فقال نزل شيمون بريز بنفسه ولمع لي الجزمه علشان الفرشه تبان انها قديمه، يعني ما يتكشفش. لا بس دي يعني دي يعني كانت شوف تخيلي، شيمون بريز طبعا القيادي يا في نهار الموساد ابيض. الاسرائيلي. ايه اول رساله بعتها للموساد من مصر؟ رساله من قصيره مصر. جدا زي ما جت في المسلسل: شكرا لحسن تعاونكم معنا طوال الفتره الماضيه مع رجلنا جمعه الشوال. رد فعل اسرائيل لما اكتشفوا خدعته طبعا لمده 11 كانت سنه. صاعقه صاعقه، ان ازاي المصريين وصلوا لهذه الدرجه من التفكير، ازاي يخدعونا، ازاي العميل اللي كنا احنا جايبينه يتحول للضد، يعني النقيض والنقيض. كانت صدمة قوية جدا. طبعا سمعنا بكل ان في ناس المقاييس موتت نفسها في وفي ناس ناس انتحرت وفي انتحرت. ناس. طبعا اكيد مظبوط. اكيد. يعني انا بشكرك بجد على وجودك معانا النهارده وعلى الحوار اللي انا عملته معاك علشان نعرف يعني بعض النقاط عن قصة البطل الكبير الله يرحمه اللي توفى، بعض النقاط المهمة في حياته وفي مشوار حياته. بشكرك جدا يا استاذ محمود. ربنا يكرمك. مشاهدينا كان معانا الصحفي محمود عبد الراضي، هو صحفي بجريدة اليوم السابع اللي عمل اخر لقاء مع البطل احمد الهوان الله يرحمه. نشوفكم بكره ويوم عمل جديد وكاست جديد، ونهارك سعيد.